نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على الغوطة الغربية وحملة عسكرية مسعورة تهدد دارية، مناشط رياضية في مناطق الحصار تضفي طابع الاستقرار. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، جبهة النصرة تسيطر على عدد من الأبنية غربية مخيم اليرموك عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة. ميليشيا الأسد تسيطر على منطقة الركابية ومزارعها في منطقة المرج بالغوطة الشرقية وتصبح في مواجهة مباشرة مع بلدة دير العصافير. ميليشيا الأسد تقترب من خنق الغوطة الشرقية وفصل شمالها عن جنوبها بتقدمها في عدة نقاط من جبهات بالا القديمة ونولة. اشتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة في جبلي الأفاعي وضبعة بالقلمون الشرقي. الخميس، الثوار يستعيدون السيطرة على نقاط خسروها في جبهة الركابية ويشتبكون مع ميليشيا الأسد في جبهة دير العصافير. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهات طريق دمشق حمص الدولي. شهيدان وعدد من الجرحى في قصف مدفعي على مدينة دارية بالغوطة الغربية. ميليشيا الأسد تفرض حصاراً جديداً على قرى منطقة وادي بردة وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية. الجمعة، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في أطراف حي جوبر إثر محاولة الميليشيا التقدم من جهة المتحلق الجنوبي. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهات دير العصافير وبالا وسط غارات جوية مكثفة. السبت، تنظيم الدولة يعيق تقدم جبهة النصرة في مخيم اليرموك بحرق منازل محور شارع صفد. ميليشيا الأسد والميليشيات الشيعية تبدأ عملية عسكرية كبيرة لاقتحام مدينة دارية بالغوطة الغربية من الجهة الجنوبية. الثوار يتمكنون من صد هجمة الميليشيات الشيعية في دارية ويقتلون ويجرحون عدداً من القوات المهاجمة. الأحد، جيش الفسطاط يعلن تحرير 2 من الحرائر من سجون ميليشيا الأسد في عملية تبادل أسرى. الاثنين، تجدد الاشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في أطراف بلدة دير العصافير جنوب الغوطة الشرقية. مقتل 2 من ميليشيا الأسد خلال اشتباكات مع الثوار في الجبهات الشمالية لدارية. شهيدان مدنيان في قصف مدفعي وصاروخي على منطقتي المنشية وبيت جن. استشهاد مدني بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة حصار ميليشيا الأسد لمدينة معظمية الشام في الغوطة الغربية. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية، نتابع ما انتخبناه منها. وقت اللي فاتت خولة مطر لعنا على البلد وعدتنا بأنه الأكل حيفوت وكل هاي الشغلات حيفوتولنا إياها خلال أكام يوم، وهي الشغلة صار لها بحدود الشهر شهر وشوي، ولهلأ ما فتلنا شيء وعم نستنى، واليوم حتى وعدونا ولهلأ من الصبح الساعة 12 الصبح عم يستنوا الأهالي. عم نضل أيام بلا أكل وبلا خبز، الأولاد كلها داخل، عم نوقف عم ندوخ. والله العظيم بصدق إنه ما حرام عليكم، عاد تعذبونا وتحاربونا باللومة، بدكم تحاربوا روحوا حاربوا العدو، لا تحاربونا إلنا. الله وكيلك بصدق إنه ما هذا الدواء، هلا هذا الدواء اللي رح تفوتونا إياه، نحن شو بدنا نساوي فيه؟ نشربه هيك بدون أكل، معدي فاضي، حرام عليكم عاد. طقينا إنا 5 سنين هيك محاصرين. كل يوم الصبح عم بتعب، كل صبح بكير مشان نشوف إذا وين في فطور، مشان نقول لك لندبر الفطور مشان أولادنا. يوم نلاقي ويوم ما بنلاقي، ما لقينا منحش حشيش، شو بنلاقي؟ مشت ملك
حشيش يعني من لك اي شيء بنجيبه وبناكله، شيء حلو ما شيء مر، بس ما له طعمه ولا له اي شيء. اذا ما لقينا شيء عم نكون بعت اولادي على بكره الصبح على حي الله بيت بدق باب باب لنجيب اكل مشان ناكل. تعرضت صباح اليوم حافلة يستقلها مدنيون بمنطقة خان الشيح في الغوطة الغربية لقصف بمدافع ميليشيا الأسد أوقع 7 شهداء بينهم طفلان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في صفوف الركاب، تزامنا مع محاولات لميليشيا الأسد التقدم باتجاه مزارع خان الشيح. وللوقوف على تطورات الأوضاع في الغوطة الغربية ينضم إلينا من هناك أبو جعفر الحمصي قائد العمليات في لواء شهداء الإسلام. حياكم الله سيد أبو جعفر. بارك الله فيك، الله يحييكم. سيد أبو جعفر، بداية، هذه المجزرة التي وقعت صباح اليوم في خان الشيح متزامنة حسب ما جاء في نشرة أو في وكالات الأنباء مع اشتباكات عنيفة في مزارع وجبهات مزارع خان الشيح، لو وضعتنا في صورة الوضع الميداني هناك. النظام من حوالي شهرين خلال الهدنة كانت وقف الأعمال العدائية، ما شملت خان الشيح، كان مستمر بإلقاء البراميل عليها والطيران الحربي بحجة وجود جبهة النصرة فيها، وكان دائما يستخدم سلاح الطيران وسلاح القذائف ضدها، واليوم حاول يفوت عليها من 3 محاور، حاول يخترقها من نية استرداد السلام، بس الحمد لله كان تصدي الشباب تصدي ممتاز بفضل الله، وما قدر النظام ياخذ اي نقطه باذن الله تعالى، ورجعوه خايف. بس صارت مجزره بالمدنيين، يعني قصف سياره في 6 شهداء وفي شهيدين نتيجه الاشتباكات الحمد لله، بس الامور جيده جدا بفضل الله تعالى. نعم، بالانتقال الى دارية، هذه الحمله الكبيره المسعوره على مدينه دارية ومحاوله اقتحامها بمسانده ميليشيات شيعيه من مختلف الجنسيات، كيف يمكن تفسير هذه الحملة في هذا الوقت؟ أكيد نحن يعني كلنا بنعرف أهمية موقع دارية الجغرافي واستراتيجي بالنسبة للنظام بالنسبة للمعارضة، ولا النظام بده يعتبر هلا إنه ياخذ دارية إنجاز كبير له أثناء المفاوضات اللي عم تصير حاليا برا، حاول جهده إنه يكسرنا أو إنه يفاجئنا بشيء عمل كبير عسار، بس أنا الحمد لله كنا مستغلين الوقت استغلال جيد جدا، وكنا مجهزين امورنا بفضل الله تعالى هندسيا وتوزع الشباب، وقدرنا نصد الحمله بفضل الله تعالى. نعم، فيما يتعلق بقدرتكم على التصدي رغم شح العده والعتاد لدى فصائل الثوار في الغوطه الغربيه، هل تعدون الشعب السوري بقدرتكم على التصدي حتى رغم هذا الشح الذي لديكم؟ احنا بفضل الله تعالى عندنا خبره، فينا نحارب باقل الامكانيات المتوفره، لانه احنا اعتمادنا بعد الله تعالى على خبره شبابنا اللي بيعرفوا امتى يرموا، بيعرفوا كل طلقه بمكانها، كل حشوه قاذف بمكانها، يعني عندنا بفضل الله عندنا خبره كبيره صارت بالمعارك وضمن شح الموارد بفضل الله تعالى. يعني احنا بنوعد الشعب السوري انه عسكريا باذن الله ما بننكسر عسكريا، بس في الناحيه الاغاثيه هي السيئه جدا، في عندنا مدنيين احنا محاصرين، يعني ضغط علينا، عم يسووا علينا ضغط كبير، عندنا اطفال بلا اكل وبلا حليب اطفال وبلا شرب، اما عسكريا بفضل الله تعالى باذن الله عاجز النظام يسوي اي شيء بدارية بفضل الله تعالى. نعم، بعيدا عن الغوطه الغربيه، في الغوطه الشرقيه هناك محاولات من ميليشيا الاسد لفصل شمال الغوطه الشرقيه عن جنوبها، هل يؤثر عليكم هذا الحراك العسكري في الغوطة الشرقية بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد نحن بنعتبر كل خسارة يخسروها الأحرار هي خسارة لنا كلياتنا، احنا بالنهاية احنا مطلب واحد هدف واحد، لما نكون الانتصارات عم تتحقق على مستوى كل سوريا بيكون هذا الشيء مفيد لكل سوريا، لما يصير انكسارات بأي مكان بيأثر على الكل، بيأثر أكيد. احنا حربنا حرب الثورجيه هي حرب الالف جرح، يعني لازم يكون كل مكان ياثر بالنظام شوي 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 لحتى اخر شيء نكسر النظام، فاحنا اي انكسار بصير لا سمح الله باي مكان في سوريا بنعتبره انكسار لنا، عسى الاخوان بالشرقيه
يدرس الضو باذن الله تعالى، والله الله واحد كلمته باذن الله تعالى يدرس الضو النظام يا رب. نعم، سأبتعد عن اختصاصكم العسكري أخي أبو جعفر وأسأل عن الوضع الإنساني بصفتك أيضا مواطن في الغوطة الغربية، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية في مجمل مدن وبلدات الغوطة الغربية؟ الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، يعني الأطفال ما في حليب أطفال، ما في طعام، ما في دواء، ما في مياه صالحة للشرب، ما في كهرباء، ما في، وهذا الكلام من 3 سنين ونص تقريبا، يعني إحنا كنا عم ندبر حالنا، ولا اعتماد الكلي حاليا على زراعة المحاصيل الزراعية، والنظام عم يقصفها بشكل دوري مشان يحرمنا الاستفادة منها. بس يعني الأوضاع سيئة جدا، أوضاع الأمانة يعني، وإحنا حاولنا جهدنا عن طريق الأمم المتحدة ندخل لهم مساعدات، وبعد ما أخذنا الموافقة النظام رجع عرقلها وقصف يومتها كمان، ورحنا شهيدين مدنيين. يعني إحنا عم نحاول جهدنا نستعيد عن هالشيء هذا بشيء يعني إنتاج محلي، عسى الله يكرمنا. نعم، رسالتكم للثوار في مختلف الجبهات في سوريا. رسالتنا انه والله انه نظام متهالك، والله انه عايش بالانعاش حاليا، بس بدك قوم رجل واحد خلال اسابيع احنا قادرين ننهي النظام، الله وكيلك. احنا بس بدنا يكون الكل راي واحد، الكل ايد واحده، الكل يقوم قومه واحده، ما بدنا تحارب منطقتين و50 60 منطقه نايمين، بدنا الكل يهب هبه واحده باذن الله تعالى، والنظام باذن الله منتهي. احنا عم نحكي الكلام هذا، النظام احنا بيحلق الظروف، شايف النظام منتهي، في عالم في قرى واماكن اوضاعها احسن من اوضاعنا بكثير، وقادرين باذن الله يشتغلوا احسن من عنا يا رب. نعم، اشكرك جزيل الشكر قائد العمليات في لواء شهداء الاسلام ابو جعفر الحمصي، كنت معنا من الغوطه الغربيه، شكرا لك. بارك الله فيك. وعليكم السلام. يكافح الناشطون المدنيون في صناعة الحياة بالغوطة الشرقية وإضفاء صبغة الاستقرار فيها قدر ما يستطيعون، واستغلال طاقات النشء المعطلة في مناشط تربوية ورياضية هادفة. تقرير مراسلنا منصور أبو الخير يسلط الضوء على جانب من تلك الأنشطة. يدخلون ميدان التحدي، ليس التحدي فيما بينهم بل متحدين إجرام الأسد، ليبدأوا المباراة النهائية ضمن دور المدارس الأول الذي أقيم في مدينة دوما بإشراف مديرية التربية والتعليم، والذي حمل أهدافا سامية كانت قد حققت رغم الصعوبات. يا رب العالمين، اليوم تم إنهاء البطولة المدرسية الأولى التي رعاها مكتب التربية والتعليم بمدينة دوما، والمنفذ كان نادي دوما الرياضي. بفضل الله اليوم كان اللعبة النهائية بين مدارس الرواد والحكمة، حققنا كثير من الأهداف، إدخال البسمة على وجوه هذه الأطفال، رفع الضغط النفسي عن الأطفال، حاولنا من قبل الدورة بإذن الله هيك أن يكون هناك مباريات قبل هذه البطولة، كان هناك كثير من الأهداف لهذه البطولة، عملنا على تنفيذها بإذن الله. هناك فوائد خروجنا من الهم، من الحزن، إدخال الفرحة لهذه الأطفال، رفع الضغط النفسي، هذه من أهدافنا. لإعادة إحياء الروح الرياضية وتنميتها لدى هذا الجيل الناشئ الذي يحمل الكثير من المواهب، ولزرع الأخلاق السامية التي تحمله هذه التربية، تعاونت إدارة نادي دوما مع مديرية التربية لإخراج هؤلاء الطلبة من أجواء الحرب والقتل إلى أجواء تحمل روح التنافس والتحدي، بالإضافة للتعاون والأخوة. دوري طالعنا من جو لجو، حرك الروح الرياضية بين الفرق، والمحبة زادت لبعضها بين إخوتنا في المدارس. يعني كان الدوري عبارة عن 6 لعاب مجموعات، ربع، نصف، نهائي. كانت مباراة نهائية، مباراة كثير حلوة بين اخوتنا بين الرواد والحكمة، كانت لعبة كثير رائعة وكثير أخوية، الله يعطيه العافية، بيستاهلوا الفوز إن شاء الله. هو الدوري الأول الذي يقام في المناطق المحررة بريف دمشق بإشراف مختصين تربويين ورياضيين متحدين جميع المخاطر. من ريف دمشق، الغوطة الشرقية، لقناة حلب اليوم، منصور أبو الخير.
وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من مدينة دوما فاروق حسون، أمين سر مجلس إدارة نادي دوما الرياضي. حياك الله أخي فاروق. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أخي فاروق، حدثنا عن هذا النادي وظروف تأسيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بدأت المرحلة التأسيسية لنادي دوما الرياضي بتاريخ 27/4/2015، واعتمد نظامها الداخلي في إعادة تفعيل دور الرياضيين من قبل القيادة العامة في الغوطة الشرقية بعد مباركة الهيئة الشرعية والعديد من المؤسسات المجتمع المدني. وهنا كان الدور الأكبر حقيقة، ومشكورا المجلس المحلي في دعم مسيرة هذا النادي. حقيقة وضع نادي دوما في خططه الاستراتيجية بنك من الأهداف كان من أهمها حقيقة إحياء الرياضة المدرسية والاعتماد على الفئات العمرية الصغيرة. فالنادي بشكله العام عندنا حقيقة كانت استراتيجيات أميدة، يعني استراتيجيات عالية جدا. في عنا بنك أهداف كان من أهم بنك الأهداف اللي عمل عليه بالفترة الأخيرة، وباكورة عمل كان مجلس إدارة نادي دوما هو البطولة المدرسية اللي أقيمت مؤخرا. نعم، هل تشعرون أنكم حققتم بعض هذه الأهداف التي وضعتموها عند تأسيس النادي؟ حقيقة يعني نحن الحمد لله حققنا العديد من الأمور الإيجابية رغم الصعوبات العالية جدا. ما كان يهمنا حقيقة، هناك انطلقنا كمجلس إدارة نادي دوما من مقولة مهمة جدا: إن لم تساعدنا ظروفنا فلتساعدنا أهدافنا. فهذا الأمر أخي الكريم كان من أهم أهدافنا، أن نعمل بعمل رياضي مؤسساتي منظم، ونحن من أوائل الأندية في الغوطة الشرقية من وضعت نظامها الداخلي وحقيقة الهيكلية التنظيمية والإدارية للعمل المؤسساتي. فكنا حريصين العمل مع جميع مؤسسات المجتمع المدني. وحقيقة يعني لما أذكر بأنه وضع نظام الداخلي أخي الكريم في 27/4/2015، يعني من أكثر من عام ونصف، وحاليا نقوم بعملنا كمجلس إدارة نادي دوما. وما يميز العمل هو العمل التنظيمي والإداري والمؤسساتي، وهذا كان حرصنا منذ البداية. والدليل على هذا الأمر المشروع الذي انتهى يعني من يومين، أن تقوم بنشاط رياضي مدرسي على مستوى عالي جدا. ومشكورا حقيقة مكتب التربية والتعليم بمدينة دوما الراعي لهذه البطولة، حقيقة هذا كان درس للمؤسسات التعليمية في المناطق المحررة وللأندية الرياضية في المناطق المحررة بالعمل المؤسساتي، وخاصة لأهمية العمل في الرياضة المدرسية. الرياضة المدرسية اليوم مهمة ومهمة جدا، ولها أثر اجتماعي جدا مهم. فكان باكورة عمل مجلس إدارة نادي دوما هذه البطولة اللي حقيقة أخذت من الصدى الكبير، وهو درس حقيقة لمكاتب التربية والتعليم في المناطق المحررة وللأندية الرياضية بالعمل المؤسساتي المنظم. نعم. وخاصة في ظروف الحرب والظروف التي نعانيها في هذه الفترة. بالحديث عن ظروف الحرب أخي فاروق، بالحديث عن ظروف الحرب وحديثك عن الأنشطة المدرسية، وكلنا يعلم أن المدارس في المناطق المحررة هدف مهم لطائرات العدو الأسدي والعدو الروسي، ما هي أهم العقبات الأخرى التي تواجه عملكم في النادي؟ حقيقة عندنا العديد من الصعوبات. يعني عندنا على سبيل المثال يعني أهم يعني عقبة أمامنا هي نقص الكوادر الفنية والإدارية والتنظيمية. هذا اضطرنا أنه نقوم بالعديد من دورات التأهيل والتدريب، وهذا أمر مهم جدا في جميع مؤسساتنا ومنها المؤسسة الرياضية. اليوم استنزاف القدرات الفنية والرياضية وجميع هذه الأمور كانت فعلا من أهم الصعوبات التي كانت تواجهنا. الأمر الأصعب كان هو الوضع كما تفضلت به، الوضع الأمني السيء جدا أخي الكريم. أنت تعلم في الفترة الماضية حظينا بشيء من الهدنة أو وقف إطلاق النار أخي الكريم. كمدينة دوما كان في وقف إطلاق النار غير مطمئن بالأصل، ويعني خرجنا بهكذا فاعلية، فما بالك الوضع الأمني عندما يكون هناك الاستقرار للطفل، يكون عندنا نوع من الاستقرار، فما بالك بالعمل في ضمن هذه المؤسسات بالاستقرار والأمان. فكانت الصعوبات الأمنية هي أهم الهواجز الموجودة عندنا حقيقة. في عدة أمور أخرى أخي الكريم،
أيضا أنه حقيقة الصعوبات ومن أهمها الكلفة التشغيلية العالية للعديد من الألعاب، والتي تعاني يعني نقص حاد بالمستلزمات الرياضية وارتفاع أسعارها بسبب الحصار المطبق للحقيقة للنظام على الغوطة الشرقية. هذه كمان يعني أحد الأمور اللي جدا كانت يعني عقبة جدا صعبة في هذا يدفعني يعني للسؤال المدرسية. أخي فاروق، هذا يقودني للسؤال عن المجالات الرياضية التي تمكن ظروف النادي من إقامتها، هل تنحصر في رياضات معينة؟ أخي الكريم، هناك عدة أقبية تم تجهيزها من قبل مجلس إدارة نادي دوما لممارسة بعض الألعاب الفردية الممكن أن تقوم في الأقبية. حتى بعض الألعاب الجماعية حقيقة كنا نفكر بأن تقوم في بعض الأقبية. فأخي الكريم، هذه الصعوبات صعوبات يعني جدا يعني عقبات جدا كبيرة كانت أمامنا. هل تعلم بعض الألعاب الجماعية أخي الكريم كنا نضطر أن نلعبها في الأقبية، وهذا أمر حقيقة مزعج، يعني وضع غير صحي بالأصل. فهذه فعلا من العقبات الكبيرة التي واجهتنا أخي الكريم. نعم، أشكرك جزيل الشكر أمين سر مجلس إدارة نادي دوما الرياضي فاروق حسون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة دوما. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.